السلام عليكم. احنا هنبدأ ان شاء الله في الفيديو ده نتكلم على الكمبريسورز. فهنشوف كده اكزامبل عن الكمبريسور ونحاول برضو نعمل الحسابات بتاعة الكمبريسورز لو هنعملها مانيوال، ونشوف هتبقى عاملة ازاي لو هنقارنها بالحسابات اللي طالعة من اسبن بلس. فالحاجة اللي انا هشتغل بيها هي يعني هجيب هواء وادخله على كمبريسور، يعني مش بحيث ان هي تبقى يعني فلويد معروف ومشهور. يعني الهواء معروف ان هو عباره عن اكسجين ونيتروجين، بس يعني انا قلت ممكن تبقى فرصه كويسه ان احنا نعرف ان في من الحاجات المتعرفه في اسبن بلس حاجه اسمها الهواء، يعني هو بقى بالخصائص بتاعته بكل حاجه من غير ما فصصه الاكسجين ونيتروجين وكربون دايوكسيد ووتر فيبر والكلام ده كله. هو معروف، هو فاهم كده ان ده هواء خلاص. ولو جينا حتى عملنا ريفيو للهواء ده بحيث ان احنا نشوف ايه هي البروبرتيز بتاعته، هنلاقي ان هو جايب يعني ايه الدلتا جي بتاعت الفورميشن، وفي الفريزنج بوينت نيجاتيف 214 سلسيوس، والسبيسيفيك جرافيتي ما اعرفش بكام، والبويلنج بوينت والكريتيكال بوينت، يعني حاجات كتير جدا كلها موجوده للهواء كويس. فهو ك بيور كومبوننت هو البروبرتيز بتاعته موجوده، ومش محتاج اعرف حاجه اكتر من كده كويس. فده بالنسبة للكومبوننت. الميثود انا هشتغل بأي حاجة مثلا ممكن تنفع زي بينج روبنسون مثلا، على اساس ان انا هعمل كومبريشن لبريشر عالي، والبريشرز العالية دي بيبقى بيشتغل فيها بالكيوبيك ايكويشنز اوف ستيت. فخلاص انا كده دلوقتي عرفت الكومبوننت بتاعي او الفلويد اللي انا شغال بيه، وعرفت ايه الثيرموداينامك موديل. انا عايز بس اجيب ستريم هسميه الفيد، وهجي هنا في البريشر تشينجرز هشوف بقى الحاجات اللي موجوده. احنا كنا اتكلمنا على البامب وعلى الفالف، يعني كلهم تقريبا ما عدا الكمبريسور والمالتي ستيج كومبريسور. فاحنا هنتكلم على الكمبريسور. طبعا الكمبريسور الفيد بيدخل له من الناحيه دي، الناحيه اللي هي ليها اريا اوسع، وبيخرج عند الاريا الاضيق على اساس ان انا بعمل له كومبريشن، فانا بضغطه فبقلل الفوليوم بتاعه يعني. وده هسميه البرودكت، وده هسميه الكمبريسور خلاص. الكمبريسور من جوه هيبقى شبه كتير الحاجات اللي احنا كنا بنقولها في البامب، يعني جزء كبير منها هتبقى شبهها جدا. فهلاقي ان هو هنا بيقول لي هو كمبريسور ولا تربين، ودي حاجه مهمه لان انا عارف ان الاثنين عكس بعض. يعني الكمبريسور انا بدي ورك علشان اضغط، في التربين انا بالعكس انا بدي بريشر عشان اجيب ورك او اجيب الكتريستي. فده عكس ده، فهلاقي ان الكمبريسور انا بديله ورك علشان يعلي البريشر. فهيقول لي هنا الديسشارج بريشر قد ايه، البريشر انكريز قد ايه، البريشر ريشيو قد ايه، او الباور ريكويرد قد ايه. في التربين هلاقي ان هي مقلوبه بقى، يعني هنا الديسشارج بريشر والبريشر ريشيو مش هتفرق، بس هنا بيقول لي البريشر ديكريز، وهنا الباور بروديوسد مش الكونسيومد. فده اللي هيبقى الفرق بينهم في الحالتين يعني. فانا مثلا انا ال 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 انا ما عرفتش الفيد بتاعي، بس خلينا نقول ان هو هيبقى عند امبيانت كونديشنز 25 سلسيوس، وعند 1 اتموسفير، وعند مثلا دول 1000 كيلو مول بير اور اي حاجه، وان المول فريمس فراكشن بتاعه هيبقى بواحد. فانا كده يعني ايه عرفت الفيد ستريم، وعايز ابتدي بقى اخش على الكمبريسور نفسه اشوفه من جوه اخباره ايه. فهلاقي ان هو في الاول بيقول لي الموديل تايب ده كومبريسور ولا تربين، وبعدين في تايب تاني. التايب التاني دي هو بيقول لي بقى الكمبريشن اللي هيحصل ده نوعه ايه. في ايزنتروبيك كومبريشن، يعني ايزنتروبيك ده اللي هو يعني ادياباتيك، فما بيفقدش حراره، وفي نفس الوقت هو يعني ايه ايزنتروبيك اللي هو الانتروبي فيه ما بتتغيرش. فدي طبعا هي حاله نظريه شويه، بس يعني خلينا نمشي بيها. هي يمكن الحسابات بتاعت الجازز طبعا اعقد كتير من الحسابات بتاعت الليكويدز، بما انها كومبريسبل، ليكويدز انكومبريسبل، فانا بقدر اشتغل بقوانين ابسط كتير. فاحنا هناخد الحاله الايزنتروبيك اللي هنطبقها دلوقتي على اساس ان انا هي في الاخر انا كواحد يوزر يعني انا هشتغل باي حاجه من دول وخلاص.
فانا انا بالنسبه لي الحاجه اللي هعملها ان انا هختار نوع التايب يعني بتاع الكمبريسور اللي انا شغال بيه والسبيسيفيكيشن اللي ليها دعوه بالبريشر والافيشنسيز وخلاص. فانا هقول مثلا ان انا عايز الديسشارج بريشر تبقى مثلا ب 10 بار اي حاجه خلاص، هو كده بالنسبه له ده كافي. بيعتبر بقى ان انا لو يعني ان انا ممكن ازود الافيشنسي، وهو بيقول لي الديفولت بتاعها 0.72 خلاص. هو لو انا مش حاطط فاليو هو هياخد الافيشنسي 0.72، وفي الميكانيكال برضو بيقول لي حط لي رقم ما بين الزيرو والواحد وديفولت بتاعه بواحد. يعني هو لو انا مش حاطط ارقام هو كاني حاطط هنا واحد وحاطط هنا 0.72 كويس كده. فده اللي هيحصل. وانا ممكن ادوس ران دلوقتي واشوف بقى المفروض اللي هيطلع ان انا هلاقي معلومات عن الاوتلت بريشر وعن الباور اللي انا محتاجه علشان اوصله للبريشر ده وكده. فانا هاجي هنا هشوف الريزلتس، هلاقي ان هو الكمبريسور موديل ايزنتروبيك، وان هو فيبر فيس كالكيليشن، وان الهورس باور بتاعه كام كيلو وات اهو، والباور لوسز كام، والافيشنسي 0.72 اهي، والميكانيكال افيشنسي بواحد، الاوتلت بريشر طلع ب 10. الاوتلت يمكن هي دي بقى النقطه اللي انا هبقى مهتم بيها اكتر، الاوتلت تمبرتشر. لان الاوتلت تمبرتشر دي بتبقى بتختلف كتير جدا مع الضغط. يعني في حاله الليكويد احنا ما كناش بنفكر ولا كنا بنهتم ان احنا نعرف لما بنضغط الليكويد التمبرتشر بتعلى قد ايه، لانها هتعلى كلام فاضي. في حاله الجاز الموضوع بيبقى مختلف جدا 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 جدا، والتغير السريع في الضغط او كتير في الضغط بينتج عنه تغير كتير في درجة الحرارة. وده اللي بيحصل مثلا في الغسالة او في الثلاجة اسف، او في اي ريفريجريشن سايكل، هي بتبقى ماشية يعني مبنية كلها على الفكرة دي، ان انا اضغط بتاع الريفريجرنت اللي انا شغال بيه، سواء بقى شغال بفريون، شغال بامونيا، شغال بايا كان الريفريجرنت، وبعدين اروح عامل ثروتلينج سريع. الثروتلينج ده يقلل البريشر مره واحده، البريشر يقل يروح مقلل مع التمبريتشر ويحصل ريفريجريشن. فهي دي الفكره. فانا لما بضغط انا بعلي درجه الحراره. فهي دي النقطة المهمة، خصوصا في الجاز. انا لو هشتغل بقى عند يعني بجاز بعمل له كومبريشن عند درجة عند بريشر عالي، انا هنا 10 بار، في حاجات ممكن توصل 20 30 50، ممكن توصل 100 200 و300 بار كمان. ففي الحالات دي انا لما بقى بوصل للبريشرز دي، فانا بحتاج ابقى مخلي بالي علشان درجة الحرارة ما تسيحليش المواسير ولا الكومبريسورز اللي انا شغال بيها. فعشان كده مهم ان انا ابقى فاهم الموضوع ده. يعني هنا هنلاقي نفس الكلام في الاستريم ريزلتس، ان ده درجة الحرارة 399.5، اللي هي نفس درجة الحرارة اللي 399.5. طب درجة الحرارة دي لو انا شغال ايديال بقى، يعني انا ده تخيلي، انا مش متأكد قوي، بس يعني انا اظن ان هي دي لو انا شغال بقى ايه 100% ايديال، يعني ان هو مفيش efficiency، يعني الافيشنسي كلها 100%. خلينا انا هخلي الحاجات دي هنا وهفتح الاكسل فايل ده. الاكسل فايل ده انا هعمل فيه شوية حسابات كده من الثيرموداينامكس، دي الريليشنز اللي بين التمبريتشر والبريشر في حاله الايزنتروبيك كومبريشن. هو التي 2 على تي 1 هيساوي بي 2 على تي 1 بار 1 ماينس 1 على جاما. ودي الريليشن ما بين البي والفي، وممكن منهم بقى نجيب العلاقه بين التي والفي. المهم يعني انا اللي يهمني العلاقه بين التمبريتشر والبريشر اكتر، ان هي التي 2 هيساوي تي 1 في بي 2 على بي 1 مضروبه في 1 ماينس 1 1 على جاما. طيب الجاما دي اللي هي ايه؟ ده بارامتر بيبقى بيعتمد على نوع الجاز اللي انا بعمل له كومبريشن، وهو يعني ليه قيم بيزد بقى. يقول لك لو هو مثلا مونو اتوميك ولا داي اتوميك ولا تراي اتوميك، الهواء احنا بنعتبره داي اتوميك لان هو اكسجين ونيتروجين مينلي يعني. فهي الجاما بتاعته ب 1.4، اللي هي بتبقى السي بي على السي في بالمناسبه، لو حد برضو مش فاكر يعني، اللي هي بتبقى 7 على 5 في حالة الداي اتوميك يعني. فأنا جيت هنا حطيت البي بواحد اتموسفير اللي هي بالباسكال بقى هتبقى بالقيم دي، ودي البريشر ده الاوتلت ب 10، والتي اللي داخله انا اللي هي ب 25 اللي هي هتبقى كده بالكلفن، وده اللي خارج. حسبته ازاي؟ حسبته
من الريليشن ما بين البريشرز وما بين طبعا التمبريتشر لازم تبقى بالابسولوت فاليوز يعني، فانا عشان كده حسبتها من التمبريتشر اللي بالكلفن. فانا قلت ان هي هيساوي التي الاولانيه مضروبه في البي 2 على بي 1 مضروب باور 1 ماينس 1 على جاما اللي هي دي وخلاص. فهي طلعت 575 كلفن اللي هي 302. هو هنا كان مطلعها 297، وده لان هو يعني ده الرقم القريب من اللي انا مطلعه. ليه؟ لان هو هنا فارض ان هي الافيشنسي 100%، وانا برضو فارض ان انا ما جبتش سيره اي افيشنسي في الشغل ده او في الحسابات اللي انا عملتها. لو انا بقى واخد في اعتباري الافيشنسي اللي هي حاجه و70%، ممكن اطلع نفس الرقم، او ممكن انا عشان ما اوجعش دماغي اقول له خلي الايزنتروبيك افيشنسي بواحد والميكانيكال بواحد واحل واشوف النتائج عامله ازاي، من باب ان انا اتاكد يعني من اللي انا بقوله. فهي طلعت 297 اللي هو الرقم التاني. فهو ال 300 حاجه و90 دي، ولا مش فاكر كان 300 وكام، دي كانت علشان ال 72% الافشنسي دي. فانا مطلع 302، هو مطلع 297، يعني فرق 4 5 درجات. فهو تقريبا الاثنين مطلعين نتائج يعني ايه زي بعض يعني. فده انا عرفت اعمله لان الحسابات بتاعت الايزنتروبيك زي ما بنقول الى حد ما سهله شويه. لو جينا ندخل بقى في البوليتروبيك الموضوع هيبقى اصعب كتير. انا ببقى برضو حابب ان انا لو في حاجه نقدر نحسبها بايدينا نشوفهم الاثنين مع بعض، بس يعني في حاله البوليتروبيك هيبقى حساباتها غلسه جدا ومحتاجه تفاصيل كتير، فانا مش شايف ان هي هيبقى ليها معنى ان احنا نعملها. فهو بيقول لي مثلا هنا بوليتروبيك، فهيقول لي مثلا الافيشنسي بتاعت البوليتروبيك نفس الكلام، هيقول لي لو انت مش هتحط فاليو هياخد الديفولت بوينت 7.2 ومش عارف ايه، بس طبعا الرقم هيتغير. فانا لو عملت ران دلوقتي وشفت الريزلتس هلاقي ان هي بقت 450، ده بقت اعلى كتير جدا من اللي كان المفروض يطلع لو انا شغال بايزنتروبيك. ايزنتروبيك احنا قلنا لو لما ما كانتش 100% حتى كانت 300 وشويه، هنا بقت 450. فموضوع الاوتلت تمبرتشر في الجازز بيبقى حاجه مهمه جدا جدا جدا. هقلب بس ايه من باب ان انا اغير كده وهحط دي ب 10 اتموسفير وهحوله لتربين كويس، بحيث ان احنا نشوف الفرق يعني. فانا هقول له والله انا عايز ده يبقى تربين واللي خارج يبقى بواحد بار. وخلينا نعمل ران كده ونشوف ايه اللي هيطلع. وجينا دلوقتي هنشوف الريزلت، هلاقي ان التمبرتشر بقت نيجاتيف 150، وهو ده اللي انا لسه كنت بقوله من شويه. الريفريجريشن معتمد بشكل كبير جدا جدا على النقص في البريشر، بيبقى معاه نقص في التمبريتشر، ودي اللي هي الجول تومسون افكت مشهوره جدا جدا جدا. فانا شايف دلوقتي ان لما بس البريشر قل من 10 ل 1 درجه الحراره قلت وصلت ناقص 154 او قرب ال 155 سلسيوس بس بان انا قللت البريشر. فدي من الحاجات الظريفة اللي احنا ممكن نشوفها ونتعلمها دلوقتي لو حد مش عارفها يعني، موضوع تأثير البريشر على التمبريتشر ده. طبعا ده في حالة الكمبريسبل جازز، انا مش بتكلم على الليكويدز كمان يعني، الكلام ده مش ابليكابل على الليكويدز خالص، ده بس في حالة الجازز. ارجو ان الموضوع يبقى كده ظريف ومفيد، ونشوفكم المرة الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم.